كملين نحن بصباحنا غير لليوم. خلص الشهر الكريم نرمين وصار في عادات جديدة بحياتنا، إن كان حتى بنومنا بسهرنا وبطريقة أكلنا وبالنظام التغذية. اليوم بتكون ناس كفاءه مروعة على المعايدات وبلشت أكل الحلو. بلشت بأكل الحلو أصلاً برمضان، كان يعني الأكل الحلو والعادات الغذائية طبعاً. في ناس بدل ما تتبع غذاء نظام غذائي صحي، لا كانت بالعكس عم تحمل الجهاز الهضمي أكثر. بس دائماً أنه نحن 30 يوم صيام، فلسه الجهاز الهضمي هيك ما عنده هذا الاستعداد أنه أنا اليوم بأول يوم فطوري مفروض شوي شوي أرجع أخذ عادات صحية جديدة بحياتي. اليوم كرمال نحكي عن هذا الموضوع ونحكي أكثر كيف حيكون أول نهار عيدنا. يكون ضيفنا أكيد وهو ضيفنا الدائم الدكتور أحمد نسيب عرقسوسي، استشاري الجراحة العامة والتنظيرية وجراحة الصدر. صباح الخير يا حكيم. صباح النور، أهلا وسهلا. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. وسوريا بخير وولدنا بخير وقاعدنا بخير. آمين. وانت بألف خير دكتور. كنا عم نحكي من أيام عن العادات الصحية اللي لازم نحن نتبعها خلال شهر رمضان الكريم والصيام، هلأ بدنا نحكي عن عادات اللي لازم نتبعها بعد شهر الصوم. هي مو عادات، نحن يعني حكينا برمضان اكثر من شغلين، عندنا كم عاده كانت غلط شوي وكنا خايفين كثير من شد. نحن هلا حنرجع فتره العيد، فجاه المعده صار لها 30 يوم متعوده الصيام وجبتين كذا، حنرجع مره ثانيه وتخبيص الاكل كلياته. نحن اكثر مشكله بتصير معنا بالاعياد هي مشكله المجاملات. يعني هلا حتقلي سويته حلو ما سويته حلو كذا شلون زوي كل واحد، طب ما حنحكي بس حلو، بس اذا كل واحد فنجان قهوه فنجان قهوه 10 بيوت شو صار بالمعده؟ الانسان بشكل عام فنجان قهوه او فنجان قهوه بالنهار بكفوه زياده ونيكوتين وكافيين وزياده شلون، ف 10 فناجين حنصيب. شو بيعملوا هدول دكتور 10 فناجين؟ هلا توتر الجهاز العصبي بشكل مو طبيعي. نحن عم نعطي منبه منبه منبه، وخاصه نحن هلا ليله العيد معظم الناس حتى لو طلع مثلا انه كان العيد بيكون السبت صار الاحد مثلا حتى لو اخذ يوم زياده، معظم الناس ما حتنام لحتى تروح الصلاه لحتى كذا. في عادات يعني هي اخر شيء ملحوقه انه بدك تاخذ الحلو وفي وعدك ترجع تبدل، يعني غالبا ما حدا بينام والاطفال يعني كله فرحان وكذا، فانت اساسا مو اخذ كفايتك منه وبترجع بتاخذ منبه 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 منبه، اخر شيء حيوصل الانسان جهاز العصبي تبعته انه يعني فارت الاخير في القصه فاصل الاخير. هي اول شغله. الشغله الثانيه بقى نحن الوجبات. هلا مثلا كنا متعودين نحن سحور الساعه 4 عم نصحى مثلا وفطور الساعه 7 في فتره 15 16 ساعه. هلا اول بيت اخذ فنجان قهوه قطعه حلو وبشان نودوها هالمعمولات الصغاف ومو صغاف وهون وهون كذا شلون، البيت الثاني البيت الثالث كذا شلون. هلا مرضى السكر بنخاف يصير معهم مشاكل، في مرضى مو سكر بس عندهم تاهب سكر شلون، حلو 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 كذا شلون، حتبلش تظهر معنا اعراض نحن يعني بطبيعه السكر شلون استكلته. فنحن الفكره الاساسيه نحن حكيناها برمضان مرتين وهلا عم نعيدها مره ثانيه، الاعتدال بكل شيء. انا رايح زور فلان او كذا بدي اشوفه، مثلا في ناس ما بتشوفه الا بالعيد كذا، مو شرط بقى انا جرب كل شيء اكلات مساويه، وهو كمان بنفس الوقت يعني اللي عم يكون هو مستضيف مو شرط يحصل كثير على الضيف تبعته، انه يعني قد المحبه. لا المحبه هي انه اجى لعند ابنك، ما في داعي انه نحن نغير النظام كله اللي صرنا شهر ماشي جسم عليه. عرفت هي عادات يا حكيم. طب هي عادات ما اختلفنا نحن، طب يعني دائما في مرحله معينه العاده تتغير، بده واحد يحكي بقات الصندوق يحكي شغله غير عم يصير عليها. تمام. فعم نحكي نحن شيء لازم يصير صح. الصبح يعني هي كسنه وبنفس الوقت كذا واحد فطر شغله صغيره بس مي شرب تمر كذا وخلص يعني، فممكن تنقضى الزيارات ممكن تنقضى القصه كلها بدون ما انه كثير مجاملات بكثير ما انه نهق الجهاز الهضمي تبعته. نحن كنصائح بشكل عام كل عيد ولبعد رمضان شلون السكريات تكون بشكل معتدل، ما يعني ما انه يصير في افراط بالسكريات خاصه الحلويات تبعتنا نحن الشرقيه السمنه والدسم بشكل كبير. الشغله الثانيه نحن الخضار يكون متنوعه ومشكله بشكل يعني متوازن قدر الامكان. بعد منا عم نحكي الوجبات الخفيفه، ما افضل مو ضروري الواحد اول يوم العيد شنو لازم. في ناس احد عادات خواريف الصبحيات ولحمه وكذا تفطيره يعني. هي طيب دكتور ما بتزبط اول يوم العيد بلاها يعني. يعني طيب يعني فينا نرجع تدريجي شوي شوي. نحن عم نحكي كصح شو لازم يصير. طبعا العادات هي يعني بتختلف من بلد لبلد ومن يعني محافظه لمحافظه، بس نحن الصح انه نحن اعتدال تجنب الحلويات الكثير شلون، وجبات تكون خفيفه شلون، تكثر خضروات سواء بشكل كثير شلون،
والقهوه والشاي يعني هالفتره هي لازم تكون معتدله، ما كنت فيها كثير. طب حكيم، اليوم الاشخاص اللي عندهم مشاكل بالجهاز الهضمي ممكن ياثر عليهم مثل ما ذكرت حضرتك اكلات الحلو بالسم العربي او اللحمه باول يوم، شو من اهم الامراض اللي مفروض اصحابهم يبعدوا عن هدول المواد باول يوم؟ هلا مبدا الركود الصفراوي والحصيات الصفراوي بشكل عام، هدول نحن اكثر شيء تجنب الدسم مشتون، كتاب من السوائل لحتى تخفيف الركود وتخفيف المشاكل. عندنا مرضى القلص المعدي المريئي حكينا عليهم كثير، قصة كمان نكون الوجبة ما يكون انه في دسم كثير، ما يكون في بهارات كثير، ما يكون في مثلا بندورة مطبوخة لبن مطبوخ كذا شلون، هي أول فترة شلون، ويكون وجبات خفيفة متنوعة شلون، هي ثاني شيء. مرضى عندهم منك اللي عندهم تأهب للداء السكري لا قدر الله شلون، أو مرضى السكري يكون وجباتهم هيك موازنة وبنفس الوقت أعراض نقص السكر أو زيادة السكر بيعرفوا إنه شو هي كيف يعني يحاولوا يكون باعتدال. أنا بشكل عام قلت لك مفضل عمليات البدانة كمان في يعني نمط معين للتغذية، عرفت علي كيف؟ كتار من السوائل بتتجنب ما يصير عندنا حصيات صفراوية، وجبة تكون صغيرة متنوعة كل ساعتين 3 ساعات، عرفت كيف؟ يعني هن هدول بشكل عام هدول أكثر مشاكل هضمية نحن بنصادفها وممكن تصير معنا، عرفت كيف؟ قولون عصبي هو داء العصب، المشكلة بالقولون العصبي معظم الناس يعني فترة من فترات اشتون تعصيب معين مشاكل معينة اشتون حيصير عندنا مشاكل بالجهاز الهضمي مضايقة اشتون. القولون العصبي للأسف يعني هن نحن مصطلح كثير عم يصير في إسراف باستخدامه. القولون العصبي داء يعني يشخص انه الداء المعدي المعوي الالتهابي او شلون، وقت نحن بننفي كل شيء اسباب عضويه ثانيه، عرفت كيف؟ فهي يعني بتكون شغله نفسيه او شلون، عدم تنظيم الجهاز العصبي، بس مو انه دائما هي انه خلاص كل واحد يلا كل عصبي خذ الحبتين ومشي حالك، هو يعني تشخيص يوضع بعد نفي كل الاسباب الماضيه الاخرى. نعم دكتور، النصيحه اللي قدمتها لا تجاملوا اذا حسيتوا حالكم تعبانين، ما تكتروا، ممكن لاقي كثير اشخاص اخذوا كميات كبيره من الدسم او من السكريات. بالختام شو ممكن نقدم لهم النصيحه كيف يتعاملوا اذا حسوا بلبكه معويه او تضايقوا؟ شو الشغلات لازم يعملوها كنوع من ال نرجع هلا انت صار له المصنع مضبوط 30 يوم شفتوا؟ رجع ضبط المصنع الاساس يعني اذا الحاد يتخم حاله حيقدر يرجع يعني كنا عم نصوم عباده بجوز يصوم لا قدر الله ما عاد شفتوا؟ فنحن بنرجع نعيد نفس الحديث يعني العيد هو بهجه وفرحه شفتوا؟ بس مو معناته انه احنا خلص يعني كل الامور ترجع مثل ما كانت على يعني بدون اي قيود او ضوابط، عرفت كيف؟ ما يعني لا نجامل بزيادة ولا نسيف زيادة شلون، سواء بالبيت او كنا معزومين عند ناس ثانية شلون، هي يعني الايه القرآن يكون بشغل، فما بدنا قصة واحد لا هيك ولا هيك. هو الاعتدال بكل شيء حكيم اليوم بحياتنا بشكل عام يعني مو بس ان شاء الله هيك الصحة والسلامة لكل الاشخاص، ويومك حلو يا دكتور، شرف صباحنا اكيد. كل عام وانتم بخير، اهلا وسهلا وانتم بخير.